نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق. منورنا يا ابو حميد. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك، انتوا اللي منورين الدنيا كلها. الله يخليك كابتن. قول لي عايز تبتدي منين وانا معاك. هنبتدي من اللي حصل في المباراه. طيب المباراه الى حد ما كانت سهله على الحارسين، يمكن سهله على حارس صن داونز اكتر من الشناوي. لو ما نشوف الحالات نستعرض الحالات، انا هستعرض حالات الشناوي الاول وبعدين ارجع للحالتين اللي انا جبتهم لحارس صن داونز. الحاله الاولانيه على ما اعتقد كانت في الدقيقه 30، كره معموله لونج باص في قلب السكس يارد، عدت رامي ربيعه لعبها بدماغه الراجل، والشناوي اتعامل معها بالعكسيه كويس جدا 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 وقدر يطلعها. اعتقد هي دي هي دي. قدر يطلعها بكل سهوله. المسافه كانت بعيده ولكن تركيزه كان عالي فيها. يمكن صحيح الراجل بيلعب من على نقطه البنالتي والدنيا هتبقى صعبه، ولكن الحمد لله التعامل بتاعها كان جيد جدا. لما نيجي بعد كده الحاله اللي بعدها، وانا بقول لحضرتك المسافات بعيده ليه، من الدقيقه 30 لحد الدقيقه 3 في الوقت بدل الضايع، الكره اللي محمد عبد المنعم قعد يحجز عليها، وده اللي اتكلمنا عليه في الماتش الاولاني الماتش اللي فات بالظبط، وقلنا ان مفيش تفاهم بين عبد المنعم خصوصا والشناوي. برضو نفس الحاله من اول التحجيز ده يا كابتن، انا كحارس انا هثبت هنا وبعدين نكمل. انا كحارس مرمى اول ما اشوف السرد باك بتاعي بيحجز على الراجل اللي جاي وسايب الكوره، هعمل ايه يا كابتن ماهر بما ان حضرتك سرد باك؟ هعمل ايه كحارس مرمى؟ يعني مش هتقدم، مش هخش، لا هعمل حاجه من الاثنين. يا هروح اترمي من مكاني، لا ارجع لي الصوره اللي فاتت معلش. هو برضك المدافع قريب منه. انا هقول لحضرتك، هو انا هعمل حاجه من الاثنين. يا هكلمه، لازم اكلمه اقول له شيل، واقول له واحده شيل يا شيل بالظبط، شيل عبد المنعم شيل الثانيه، هطير من مكاني هنا عشان اخد الكره وهو بيحجز على المنعم بالظبط. طيب هو عمل ايه بقى؟ اقرب يا احمد. نعم يا كابتن، اقرب لعبد المنعم، حطها في سكتها. انا دلوقتي انا بقول لحضرتك هو دماغ بيحجز، المفترض انا كحارس حاجه من الاثنين، يا هتكلم اقول له شيل، يا اما هطير من مكاني، لان المسافه دي 3 يارده. جسم الشناوي مع تراي يعدي 3 يارده او 4 يارده، برضه جسم الشناوي يعدي ال 4 يارده بتراي، هيعمل ايه؟ يا يطير من مكانه ويروح ياخد الكوره ويكنس الاثنين المدافع والمهاجم ويبقى استحوذنا على الكوره، يا اما بلغه الكلام هيقول له يا عبد المنعم شيل وحشي شيل. ده اللي عارف. انما هنا الشناوي تردد، ولا هو اتكلم ولا هو طلع وعمل ايه؟ خد خطوه قدام وبعدين وقف، وخد خطوه قدام. طبعا احنا لو معانا ماتيريال، لو معانا ماتيريال هتشوفوا ان الشناوي خد خطوه وثبت، وخد خطوه وثبت، كل ده بيدي لعبد المنعم ايحاء، انا مش عارف هيطلع ولا مش هيطلع. فعدم يعني كلامك بيقول ان الشناوي هو اللي ياخد القرار في اللعبه دي. ما انا قلت يا كابتن لازم الشناوي اللي ياخد القرار، هو اللي شايف، وفي نفس الوقت هو شايف ان عبد المنعم بيحجز، هيقول له شيل يا عبد المنعم، بس خلاص شيل، خلصت، هاخد من مكاني قرار، يبقى اخد الخطوه واعمل تراي. انما هو بياخد خطوه ويقف، وياخد خطوه ويقف، فده بيدي برضه ايحاء لعبد المنعم، لا ده هيطلع، لا مش هيطلع، فبيبتدي التردد يحصل لحد ما وصلنا ان الراجل ضغط على عبد المنعم. لحد هنا الكلام ده مثلا نقول ثانيه وشويه، الشناوي ما خدش قرار، وعدم اخذانه للقرار ده كان حاجه سيئه جدا. بس هو بقى اتصرف في الاخر بعد كده، ايه؟ ان لما الكره رجعت له من رجل عبد المنعم مسكها ولعب، ما مسكهاش يعني، داس على الكره برجليه وشاط واحده. انما انا بتكلم في التفاهم ما بين عبد المنعم وما بين الشناوي، دي كانت برضو حاجه لتاني مباراه متكررة على التوالي بتحصل بنفس الطريقه. الحاله اللي بعد كده دقيقه 46، بص يا كابتن، دقيقه 46 اول دقيقه ونص في الشوط الثاني، كوره متشاطه. وانا ليه جايب دي؟ هي بس انا عايزها تبان شويه. انا ليه جايب دي؟ بص هنا الشناوي فارد ايديه ازاي، الحاله اللي قبل الهدف بالذات انا جايب دي عشان اوريكم هنا الشناوي فارد ايده قد ايه، لحد ما ايده عدت العارضه وخلت الكره تعدي بره العارضه. نشوف بقى حاله الهدف اللي احنا هنتكلم عليه. حاله الهدف هنا انا جايب دي برضو، الكره لسه في نص السكه. الشناوي هنا ايه المشكله؟ انه مراح على اليمين شويه، طب عشان زيادة. يعمل هو كان واقف في النص مش شايف الكوره، لا ارجع لي معلش، خليك معايا بس للاخر وبعدين نبقى نتكلم. هنا الشناوي مش شايف الكوره وهي بتتشاط، لما راح مروان يضغط الشناوي ما كانش شايف الكوره، فعامل ايه؟ عايز ياخد خطوه ناحيه اليمين عشان يشوف الكوره، فبقى جسمه كله ناحيه اليمين. التمركز هنا، بص حضرتك اي حد هنا التمركز على رجله اليمين، على رجل. طيب عشان يترمي يعمل ايه؟ لازم يرجع يثبت وبعدين يعمل تراي برجله الشمال. طيب هو ايه؟ الكره كانت سريعه، راح عامل ايه؟ اضطر يعمل تراي بالرجل العكسيه. معلش ارجع لي سنه صغيره عشان اشرح دي.
اضطر يعمل التراي بالرجل العكسيه البعيده، فالتراي بالرجل العكسيه ما بيخليكش تاخد مسافه كبيره وضعيفه وما بتخليكش تاخد مسافه كبيره، اخرك هتاخد يارده ونص ياردتين. فعمل ايه لما الكره تيجي الشناوي مش طار، الشناوي وقع مكانه تاني. الشناوي وقع مكانه، ويعني هنا بالظبط هو ما قطعش مسافه، هو كل اللي عمله انه طلع في مكانه. الاصعب بقى ان الكره وهي رايحه في الجون لم ايده. صح. طيب هو لم ايده ليه؟ يعني هنا تحسه فارد ايده لما الكره تقرب منه كمان كشها، هو كش ايده لمها. طب ليه؟ عشان هو خلاص هو عارف ان هو طلع يعني اوت اوف بوزيشن، وان هو بيترمي بالرجل العكسيه، فلما تترمي بالرجل العكسيه كده كده غصب عنك، انت لما حد بيمشي كده وعايز يرجع الناحيه الثانيه بيقع، ده شيء طبيعي. فهو حس انه مش هيلحق فراح كشش ايديه، انما ده خطا. انا وريت حضرتك الكره اللي قبلها على طول، وقدر يفرد ايديه لحد ما الكره طلعت اوت، ولكنه كان متابع للاخر. هنا كش ايديه، ولو ما كانش كش ايديه كان اتعامل مع الكره احسن. دي الحاله اللي بعديها. الحاله اللي بعديها في الدقيقه 69 لخبطه من اكرم توفيق، كره جت في رجليه راحت للمهاجم، طلع قفل على المهاجم بطريقه 10 على 10 على 10، قفل السكه عليه وقفل عليه كل زوايا التمرير، ولا يعرف يرقصه ولا يعرف يحطها في اي حته، وقفل عليه كل حاجه. عشان كده الكره جت فيه ورجعت له تاني، وكان التعامل معاه هايل جدا. في بعد كده الدقيقه ما في يعني هنا الدقيقه 75، لا طيب ماشي خلينا في دي الاول. دي كده حالات الشناوي خلصت. واللي انا عايز اقوله على الشناوي قبل ما اتكلم على الحارس، ان الشناوي لما تيجي تتقيمه النهارده من وجهه نظري يعني اديله 8.5 من 10. الناس هتشيله الجون شيء طبيعي، هو حارس ولازم يغلط. لما يجي عليه 5 6 فرص يغلط واحده فيبقى خسران 15%، يعني نسبه نجاح 85%. اذا الراجل عمل اللي عليه ثالث ومثلت. انما اللي اكيد هديله فيه 7.5 بقى، او بمعنى صح هنزله، وعدم التعامل مع محمد عبد المنعم في، او مش عبد المنعم يعني، عدم التعامل مع خط الدفاع في الكلام بتاعه. دي اللي ممكن تنقص درجاته بالنسبه لي، لانه هو تحت الثلاث خشبات انا شايف انه ماشي 10 على 10، ولكن الحديث ولغه الحوار ولغه التفاهم بينه وبين السردباكات بتاعته دي اللي عامله. هو ده صحيح على فكره، بس انا يعني انا برضو متاكد لان الموضوع ده متكرر قبل كده، اكيد هم اتكلموا، اكيد مستر كولر اتكلم فيها أكيد. بس انا كحارس مرمى انا برضو انا معاك ان الشناوي لازم يتكلم في الاول، بس انا بتكلم ان الشناوي بيفكر ممكن بطريقه تانية. هو مش عارف منعم هيعمل ايه، فهو خايف ان هو يطلع يوم منعم واخد قرار مره واحده الجول يفضى، يبقى جول فاضي لو منعم اخطا والشناوي اخطا الكره جول سهله قوي. هو انا مع حضرتك تماما يا كابتن في اللي حضرتك بتقوله، بس انا برضو ارجع اقول لحضرتك زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، انا كحارس واجبي رقم واحد التوجيه والكلام. صح. لان انا شايف اكتر عبد المنعم مش حاسس مزبوط. حاسس بالمهاجم اللي في ظهره، انما مش شايفه زي رؤيه الشناوي للاعب اللي ليه رؤيه كامله. احمد هو فضل قانون الجزئيه دي في مبادئ الدفاع للمدافع في منطقه ال 18 شيل يا كابتن، طول ما انا قريب مني الخصم قرار التشتيت. صح. انا بقى انت قلت لي ما قلتليش، انا معاك شخصيتي انا. صح. بس لو حضرتك ولو حضرتك بقى كمدافع مستنيين ان انا اطلع كجول، يبقى ايه الحل؟ دي مشكلتك. ما هو في الحته دي صعبه، يعني انا عايز اقول لك ان دي واجبات المدافع، واجبات اساسيه للمدافع في المنطقه دي. طبعا واخد بالك، الثقافه بتقول ان انا مش هعتمد على الحارس يقول لي ما قوليش، انا الكره في استحواذي، انا الكره عندي، عندنا القرار. بس القرار هو فيها كابتن ماهر واخد بالك، الامان اللي بيدي ثقه للحارس وبيدي ثقه في نقطه بقى. في نقطه كابتن ماهر، كابتن احمد، في نقطه مهمه جدا في الوقت الحالي. انت المفترض انك انت اخر واحد في الملعب هو حارس المرمى، فحارس المرمى هو اللي شايف مش المدافع. يعني انت كناحيه تدريبيه احنا بنقول للحراس ايه والمدافعين، حارس المرمى اللي يتقال حتى لو غلط يتنفذ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتدي لحارس المرمى الحريه اللي يقول لك شيل، او لو ما اتكلمش يبقى الموضوع في حاجه، يبقى لازم يلعب تاني ولازم يشتغل السرد باك، ممكن يكون هيسيبها. لكن المفترض ان الشناوي يدي قرار نهائي في الامر، هو اللي يفصل، لانه الفرق الكبيره زي النادي الاهلي عايزه تبدا بسرعه، ما عندهاش الحته بتاعتها يا كابتن ماهر ان انا اشيل، لان انت دائما بتلعب على المكسب. فممكن يقول لك ايه، في فرق يقول لك زي فرق الدوري الانجليزي كلها، لما بيوصلوا الحته دي حته التشتيت بالنسبه لهم بتبقى صعبه، بيبدا الحارس يبدا الباص وبيبدا التحرك يبدا كده.
انا في رايي انا ده عادل لو هو المسافه اللي بينه وبين المهاجم بعيده بغض النظر بغض النظر كابتن ماهر. بس انا مع احمد في ايه؟ انه صاحب القرار الاول والاخير حارس المرمى. نكمل يا كابتن احمد. كده خلصنا حالات الشناوي، نخش على الحالتين اللي انا جايبهم لحارس صن داونز. قلت لحضرتك ان هو قبل الهواء ان هو ناحيه الشمال بيعرف يتعامل كويس جدا في الكروسات. انا هوريك تمركزه في الكروس وبقارنه بتمركز الشناوي بعد كده. الحاله الاولانيه في الدقيقه 4:30 او الدقيقه 5 تقريبا من الشوط الاولاني، فاول للنادي الاهلي، علي معلول بيرفع الكوره، هو موقف خط ظهره على خط البنالتي. هي كابتن ايوه قبل يعني قبل ما علي معلول يخش كان الفرقه دي كلها واقفين على خط البنالتي. مزبوط. وهو واقف فين بقى؟ عند 5 يارد عشان يدي نفسه مساحه لما يجي تتلعب الكوره ياخدها. صح. يبقى في مساحه كبيره قوي يطلع انه يتحرك وياخد الكوره، عكس الشناوي في الحاجات اللي زي دي بيعمل ايه؟ يبقى برده واقف على خط الجول. بيبقى رجع ورا. طيب الشوط الثاني كوندا الكوره دي من هنا، الشوط الثاني الكوره في كروس بس انا ما عرفتش اجيبه، في كروس من ناحيه شماله هو علي معلول عمله كان فاول برضه، طلع بالبوكس بالعافيه يا دوبك لمس وعدت الكوره. فالتعامل بتاع الناحيه الشمال عكس الناحيه اليمين خالص 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 مع ويليامز. الحاله دي زي ما قلنا برضه انه بيحتفظ بالكوره زياده عن اللزوم قبل الهوا، واحتفاظه بالكوره هنا لو كان ضغط تاو كويس ومعاه موديست اعتقد الكوره دي كانت ممكن تسفر عن هدف، وده خطا متكرر من الحارس ويليامز ولازم نلعب عليه هنا، لان هم هيجوا هنا كابتن هيلعبون على حاجه مهمه جدا ان هم ان احنا بنهاجم فهم هيستحوذوا ويلعبوا في ظهرنا بطولي، فهيبقى الاساس فيها ويليامز، عشان كده لازم نضغط عليه من بدري. واعتقد يعني دي اخر حاجه عن حالات حراس المرمى. شكرا جزيلا يا كابتن، شرفتنا يا كابتن. شكرا.